يعني كنت في الموضوع عدة مرات، لكن عموما انا راجل احترافي بالمردود العام، وقاعدين مشكورين على الاداء وزيد التركيز وزيد النظام. بشكل عام كان ردة فعل كثير هي باشو بالقورين عاتق وكشول اقلمنا مع ظروف المباراه، وكان فعلا لانه فارس تحديدا يعني مشكور ومحترم وعنده كل الثاني، عنده لاعبين قادرين يديروا الفرق. بشكل عام احنا اللي فينا يهمنا هو نرجعوا بالنتيجه، نقطه ايش اللي كنت قانع بها اللي عم يتربطنا للغيابه، وانما هذا مهم قبل المباراه على نهايه مرحله الغياب، وهذا هو الهدف. تمام، نقول له